ما معنى قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات؟ ما هي هذه الأيام التي قصدها القرآن في الآية المباركة؟ الجواب: المقصود من الأيام المعدودات في الآية المباركة هي أيام التشريق من ذي الحجة، وهي اليوم 11 إلى اليوم 13، وقد دلت على ذلك روايات عديدة عن أهل البيت. الآية الكريمة تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. منصور بن حازم عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: هي أيام التشريق، كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا. محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فقال: التكبير في أيام التشريق. وما رواه العياشي عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال علي في قول الله: واذكروا الله في أيام معدودات، هم أيام التشريق، والتكبير في أيام التشريق في دبر كل صلاة.